مرحبا بجميع التقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطول الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. الجاموس البري الإفريقي هو حيوان شديد العدوانية والعداء، بالإضافة إلى ذلك فهو حيوان كبير جدا، إذ يتمتع بقوة وحشية ليس لها نظير في عالم الحيوان. فقط الأسود هي الحيوانات الوحيدة القادرة على مواجهتهم، ومع ذلك فإنهم يواجهون مخاطر كبيرة قد تصل إلى حد القتل في بعض الحالات. إن قرونهم حادة للغاية، ويمكن أن تؤدي ضربة رأس الجاموس إلى إصابة الأسود بجروح خطيرة في العادة. الآن تخيل معي مهاجمة حيوان كهذا داخل النهر، إنه فعلا أمر خطير جدا. حتى أن هناك بعض اللقطات والمشاهد المذهلة لأسد يقتل جاموسا داخل نهر في مكان غير معروف، لكن هذه ليست مهمة سهلة بالفعل، إذ وفي معظم الأحيان تتأذى القطط المفترسة ويتم هزيمتها أو حتى قتلها في مشاهد تحبس الأنفاس. ونحن نشاهد هذا بالفعل في هذه المشاهد المذهلة، حيث تم نطح أسد عدة مرات عند مهاجمته من طرف جاموس بري. تظهر هذه المقاطع الرائعة اللحظة التي قرر فيها الأسد محاولة مهاجمة جاموس بري كبير أثناء وجوده داخل النهر. تبقى الأسود الأخرى على الشاطئ دون امتلاكها الشجاعة للقيام بهذا الهجوم الخطير، ولكن في الحقيقة أنهم كانوا على حق في اتخاذ هذا القرار، إذ انتهى الأمر بالأسد المهاجم بمحاصرته من قبل العديد من الجواميس، على ما يبدو أنه علق في قرون هذه الجواميس الغاضبة. ووفقا لبعض المعلومات الغير مؤكدة من الشهود، فقد انتهى الأمر بالأسد غرقا في هذا النهر. هذه المرة جرب هذا الأسد شيئا خطيرا للغاية، حيث هاجم جاموسا بمفرده وهو في الماء ليضع حدا لحياته في عالم الحيوانات البرية. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.